اهلا بحضراتكم من جديد في هذه التغطية الإخبارية لزيارة الرئيس التركي إلى مصر. هذه الزيارة التاريخية التي أجرى فيها مباحثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعقد الطرفان مؤتمرا صحفيا عقب انعقاد هذه المباحثات. وأكد الرئيس التركي أننا نتقاسم مع مصر تاريخا مشتركا ونسعى لتطوير العلاقات بين البلدين. أيها السادة، ينضم إلينا الآن هاتفيا الأستاذ جمال رائف، نائب مدير تحرير مجلة أكتوبر. أهلا بك أستاذ جمال. تحياتي لحضرتك يا فندم، وتحياتي لكل السادة المشاهدين. أستاذ جمال، أعتقد يعني زي ما ذكرنا في المقدمة أنها زيارة تاريخية تجمع طرفين من أقوى الأطراف في المنطقة، مصر وتركيا. كيف تابعت هذه الزيارة؟ بالتأكيد يعني مصر وتركيا دول كبار في المنطقة ولديهم تأثير سواء على صعيد المحيط الشرق أوسطي أو حتى داخل طبعا الكتلة الإسلامية وحتى في يعني النطاق الدولي. نحن نتحدث عن دول ذات تأثير إقليمي ودولي مهم للغاية، وعودة الدفء للعلاقات المصرية التركية له أثر إيجابي سواء على صعيد تعزيز العلاقات الثنائية وانتقال هذه العلاقات إلى مراحل جديدة وإلى آفاق أرحب، أو حتى على صعيد يعني أن يكون لهذا الدفء في العلاقات أيضا أثر إيجابي فيما يتعلق بالتعاون في الكثير من القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك. وفي الحقيقة هذا يعني اتضح اليوم من خلال هذه الزيارة التي بالفعل توصف بالتاريخية، لأنها يعني نقطة انطلاقة جديدة للعلاقات المصرية التركية. ومنذ عام 2021 ونحن نرى في الحقيقة فتح مسارات عمل جديدة ما بين القاهرة وأنقرة، بدأت بالمباحثات الاستكشافية وأيضا اتصالات على يعني صعيد دوائر وزارة الخارجية المصرية والتركية، وأيضا لقاءات ما بين القادة على هامش بعض الفعاليات الدولية. ثم يعني وصلنا اليوم لنقطة انطلاقة جديدة في هذه العلاقات، وكما وصفها السيد الرئيس عبد الفتاح اليوم هي صفحة جديدة في العلاقات المصرية التركية. أعتقد أنها بالفعل سوف يكون لها أثر إيجابي كبير جدا على تعزيز العلاقات الثنائية وانتقالها إلى مرحلة جديدة ومرحلة أيضا مثمرة للدولتين، أو فيما يتعلق بالاتفاق والتقارب في الرؤى حيال الكثير من القضايا الإقليمية. وده في الحقيقة اتضح اليوم أيضا فيما يتعلق سواء بتوقيع الاتفاق المتعلق ب يعني الانطلاق الاجتماع او تشكيل اعاده تشكيل الاجتماعات الخاصه بالتعاون الاستراتيجي، وهذا مهم للغايه، او فيما يتعلق طبعا بحديث القاده اليوم في المؤتمر الصحفي الذي ارتكز اولا على يعني العلاقات التاريخية وجودة هذه العلاقات التاريخية القديمة ما بين مصر وتركيا، وأيضا أهمية العلاقات ما بين البلدين في هذا التوقيت. نعم. وأيضا استعراض القضايا المهمة محل الاهتمام المشترك. طيب استاذ جمال، يعني بالطبع الطرفان الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس التركي رجب طيب اردوغان اكد ان جدول الاعمال تصدره بالطبع الماساه الانسانيه التي يعيشها اهالي غزه في الاراضي الفلسطينيه جراء المجازر التي ترتكب بحقهم. واتفق الرئيس التركي مع وجهه النظر المصريه في اهميه ادخال المساعدات والعمل على وقف هذه الحرب الدائرة ورفض تهجير الفلسطينيين من غزة. بالتأكيد، يمكن في الحقيقة هذا ليس أيضا وليد اللحظة، ولكن منذ بداية الحرب على قطاع غزة واتضح أن هناك يعني تنسيق مصري تركي عالي المستوى، ورأينا اتصالات هاتفية ما بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس التركي منذ بداية هذه الأزمة. وأيضا حتى على صعيد وزارة الخارجية كانت هناك اتصالات ما بين وزراء الخارجية بهذا الشأن، وأيضا وزير الخارجية التركي أتى إلى القاهرة واستقبله أيضا السيد الرئيس وايضا اجرى مباحثات بهذا الشان. اذا هناك تواصل ويعني تشاور دائم ما بين القاهره وانقره، خاصه بعد طبعا اشتعال الاوضاع في قطاع غزه. واليوم ايضا كانت القضيه الفلسطينيه والاوضاع في قطاع غزه تحديدا تتصدر طبعا نقاشات القاده. اعتقد ان هي استحوذت على نصيب الاسد فيما يتعلق بالمناقشات الخاصه بالقضايا الاقليميه، لان بالتاكيد يعني القضيه الفلسطينيه هي القضيه المركزيه. ويمكن الرؤيه المصريه دائما تتحدث ان حلحله القضيه الفلسطينيه تبعها حلحله لكافه القضايا الاقليميه الاخرى، وما يشهده الان قطاع غزه في الحقيقه امر في غايه الصعوبه وفي غايه التعقيد، ويحتاج الى ايضا حشد الجهد الدولي والاقليمي لدعم الجهود المصريه، لان هناك جهود مصريه في الحقيقه سواء على صعيد المسار السياسي
او على صعيد المسار السياسي تحتاج الى ان يكون كافه الشركاء الاقليميين والدوليين داعمين لهذه الجهود المصريه. واليوم نرى تركيا في الحقيقه تعبر عن دعمها الاكيد للدوله المصريه في المسار السياسي او المسار الانساني، وهذا ما اتضح في كلمه الرئيس التركي حينما تحدث عن الدور المصري سواء على صعيد يعني وقف اطلاق النار والوصول الى تهدئه او ما تقوم به الدوله المصريه فيما يتعلق بالمسار الانساني. وهنا وجه الشكر يعني الرئيس التركي ايضا بالجهات المصريه التي تساعد كافه الاطراف الدوليه وايضا بالاخص طبعا الجانب التركي الذي يعني اوصل مساعدته الى الدوله المصريه الى مطار العريش، ومن ثم كانت هناك المسانده المصريه لنقل هذه المساعدات الى قطاع غزه. وبالتالي الدور المصري مهم للغايه ويرتكز عليه الجميع، وتركيا النهارده بتؤكد انها بترتكز على الدور المصري فيما يتعلق به حاله الوضع الراهن في قطاع غزه، وهذا الدعم مهم للغايه. اعتقد ان القضيه الفلسطينيه بشكل عام والاوضاع في قطاع غزة اليوم أحد أهم الملفات الرابحة من عودة دفء العلاقات المصرية التركية والتشاور ما بين القاهرة وأنقرة، لأن التنسيق وتنسيق المواقف ما بين الدولتين مفيد للغاية، خاصة لكل دولة محيطها في التأثير ولكل دولة فعالياتها في محيطها الإقليمي. وبالتالي حينما تحتشد الجهود الآن وتتوحد الجهود المصرية التركية فيما يتعلق بالعمل في هذه القضية فهذا أمر مهم للغاية. أيضا أدت قضايا إقليمية أخرى زي طبعا القضية الليبية أو القضية طبعا السودانية وغيرها من قضايا، ولكن أيضا تظل القضية الفلسطينية هي محور الاهتمام الأول. وأعتقد أيضا أن حديث عن القضية الليبية كان مهما للغاية، وحديث القادة فيما يتعلق بدعم المسار السياسي في القضية الليبية أعتقد أنه أيضا لا يقل أهمية عن الاتفاق وتقارب الرؤى الحادثة الآن فيما يتعلق بدعم القضية الفلسطينية. نعم أستاذ جمال، تعتقد أن هذه الزيارة التي جاءت بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي تعني أن صفحات الماضي قد طويت من الخلاف، وأننا سنبدأ مرحلة جديدة متطلعين إلى مستقبل يسوده التعاون الاحترام بما يحفظ أمن الدول واستقرارها؟ بالتأكيد، يمكن مصر دائما لديها ثوابت عمل في المجتمع الإقليمي والدولي تحافظ عليها، ولديها سياسات واضحة وتعمل عبر هذه السياسات، وهي منفتحة على الجميع وترحب بالجميع، ولديها دائما القدرة على استيعاب كافة العلاقات وتجويد هذه العلاقات والوصول بها إلى آفاق متميزة. وهذا اتضح في صنع مصر حتى لدوائر عمل خارجية وإقليمية جديدة لم تكن موجودة قبل عام 2014. وبالتالي كما وصفها السيد الرئيس أعود مجددا لهذا الوصف، إنها صفحة جديدة في العلاقات المصرية التركية. هذا وارد أن يكون هناك سحابة صيف كما يمكن أن نصفها، أو يكون هناك عدم اتفاق في بعض الرؤى السياسية ما بين أي من الدول، ولكن في النهاية هناك روابط عميقة تربط الدولة المصرية والدولة التركية، هناك روابط ثقافية وتاريخية وشعبية، وهذا ما أشار إليه اليوم القادة. وبالتالي مهما كان هناك نوع من أنواع التباعد في وجهات النظر في وقت ما، ولكن هذه الروابط تجعل العودة سريعة وتجعل الدفء يعود سريعا للعلاقات، وهذا ما نشهده اليوم، خاصة أن هناك دلائل على هذا الأمر. يمكن العلاقات الاقتصادية مثلا حتى في ظل يعني عدم وجود اتفاق تام في الرؤى السياسيه ما بين القاهره وانقره، العلاقات الاقتصاديه كانت تسير بشكل طبيعي للغايه، بل كانت تسير بشكل متنامي، وكان التبادل التجاري يسير بشكل جيد للغايه، ويتم البناء الان حتى على هذه العلاقات الاقتصاديه وتطويرها. والسيد الرئيس اليوم تحدث عن الانفتاح فيما يتعلق بتطوير هذه العلاقات الاقتصاديه والتبادل التجاري للوصول به لاكثر من 15 مليار دولار، والسيد الرئيس تحدث عن استثمارات تركيا في مصر، وايضا الرئيس التركي تحدث عن التركية في زيادة هذه الاستثمارات والوصول بها لرقم يتخطى 3 مليارات دولار. إذن أنا أعتقد أن يعني أيضا تاريخ مصر المشرف في العلاقات الدولية والإقليمية حتى وإن وجد بعد التباعد في الرؤى مع الجانب التركي، ولكن جودة العلاقات التاريخية وجودة العلاقات ما بين مصر وتركيا هي ما جعلت العودة سريعة وجعلت العودة أيضا جيدة وترتقي وتاريخ الدولتين وطموحات أيضا يعني الدولتين في خلق علاقات تخدم المصالح المشتركة وأيضا تخدم المصالح الإقليمية. هل يمكن أن نقول أن زيارة الرئيس التركي أردوغان إلى القاهرة تمهد لتحالف استراتيجي جديد يمكن أن يرسم ملامح للمستقبل القادم وتكوين قوة استراتيجية ضاغطة في المنطقة؟
يمكن بالتأكيد العالم يتشكل من جديد، والنظام الدولي يعني بالكثير من المتغيرات، وبالتالي على الدول كافة أن يعني تجعل من علاقاتها الإقليمية والدولية يعني طريقا نحو إعادة التموضع الدولي والإقليمي. والدولة المصرية في الحقيقة فعلت هذا مبكرا، وفعلت هذا منذ عام 2014، وجدها تتسع فيما يتعلق بتوسيع دوائر علاقاتها الخارجية، سواء على الصعيد الافريقي، العربي، الاوروبي، الاسيوي، الغربي، وهذا امر مهم للغايه. والدوله المصريه في الحقيقه منفتحه على التواجد في كافه دوائر العمل الخارجي، وبالتالي انا اعتقد ان الشراكه المصريه التركيه الان سواء على الصعيد السياسي او على الصعيد الاقتصادي او على كافه الاصعده الاخرى مهمه للغايه، خاصه ان الدوله المصريه مهدت الطريق ايضا للكثير من التحالفات الاقتصاديه والسياسيه التي من الممكن ان ايضا تثمر في المرحلة المقبلة في هذا التغير الدولي. وبالتالي أنا أعتقد أن بالتأكيد هناك الآن فرصة أمام القاهرة وأنقرة لتشكيل قوة إقليمية مهمة للعب أدوار أيضا مؤثرة في المحيط الإقليمي، سواء كان هنا نتحدث عن الشرق الأوسط أو على شرق المتوسط أو على صعيد الجانب أيضا الأفريقي. هل يمكن أن يؤدي هذا التقارب المصري التركي إلى إنقاذ القضية الفلسطينية من التصفية، مع تشجيع بلدان العالم المحبة للسلام على الاعتراف المباشر بالدولة الفلسطينية؟ أستاذ جمال، يمكن تحدثنا أن القضية الفلسطينية أحد أهم الأوراق الرابحة من التقارب المصري التركي، وهذا في الحقيقة لأن حينما نتحدث عن مصر الدولة الفاعلة في الشرق الأوسط والقوة الإقليمية المؤثرة في الشرق الأوسط وعلى الصعيد العربي وعلى الصعيد الإسلامي، وأيضا تركيا الدولة الفاعلة في الشرق الأوسط وعلى الصعيد الإسلامي، إذن نحن نتحدث عن دولتين لديهم ثقل كبير للغاية. ويمكن القادة تحدثوا في هذه النقطة أن الثقل الإقليمي والدولي اللي بتمتع به أو اللي بتمتع به كل من مصر وتركيا يعني من الممكن أن يكون له تأثير قوي جدا من خلال العمل المشترك. ومن ثم اعتقد بالتاكيد ان اتفاق الرؤى والعمل المشترك ما بين القاهره وانقره له ثمار ايجابيه للغايه على صعيد القضيه الفلسطينيه بشكل عام، وعلى صعيد الاوضاع في قطاع غزه بشكل خاص، لاننا كما اوضحنا نتحدث عن دول صاحبة قرار ودول مؤثرة للغاية في المنطقة. ومن ثم من المؤكد ان العالم يترقب، يعني الجميع اذا يعني نظرنا لوكالات الانباء العالمية ووسائل الاعلام الاجنبية، الجميع في الحقيقة يتابع لقاء القاهرة اليوم لان له تبعات ايجابية كبيرة جدا على الكثير من الملفات الاقليمية. الجميع كان ينتظر حديث القادة عن القضية الفلسطينية، عن القضية الليبية وغيرها من القضايا. اذا هذا الانتظار وهذا الترقب من المجتمع الدولي لحديث قادة مصر وتركيا بيؤكد ان الدولتين بهذا التقارب بعودة الدفء مجددا للعلاقات سوف يكون لهم تأثير قوي جدا، ليس فقط على القضية الفلسطينية ولكن على صعيد العمل المشترك فيما يتعلق بالكثير من القضايا الإقليمية. رغم هذا التباعد الذي ساد الفترة السابقة، إلا أن مصر تعتبر أكبر شريك في القارة الإفريقية لتركيا، وأيضا تركيا تعتبر من أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية. يعني ما هو تعليقك على هذا أستاذ؟ يمكن هذا ما أشرنا إليه مسبقا، أن يعني جودة العلاقات التاريخية والثقافية والشعبية هي ما جعلت العلاقات الاقتصادية تستمر حتى في ظل تباعد في وجهات النظر السياسية. وهذا في الحقيقة يؤكد عمق العلاقات المصرية التركية، ان حتى رغم يعني مرور هذه الفترة الا ان ظل التواصل الاقتصادي والشعبي قائما، وظلت العلاقات على الصعيد الاقتصادي تتنامى، واعتقد ان لغة المصالح تتحدث. يعني الدولة المصرية في الحقيقة ما حققته من تنمية ومن طفرة اقتصادية ومن يعني انفتاح على كافة الاسواق وعمل ايجاد في مجالات الطاقة والصادرات الزراعية وغيرها من مجالات، جعل الجميع يتعاون مع الدولة المصرية ليس فقط تركيا. وبالتالي مصر سوق مهم للغاية لا يمكن الاستغناء عنه، حتى في ظل يعني ممكن يعني حتى لو هناك بعض الخلافات السياسية او خلافات في وجهات النظر السياسية لا يمكن الاستغناء عن مصر بأي من الاشكال، خاصة على الصعيد الاقتصادي. وهذا ما يبرهنه هذا يعني هذا الامر ما يتعلق به ان مصر ظلت الشريك التجاري الاول لتركيا في المنطقة الافريقية، ومصر في الحقيقة بوابة افريقيا وبوابة المنطقة العربية. وهذا ليس فقط
من خلال موقعها الجغرافي، ولكن ايضا من خلال بنيتها اللوجستيه وبنيتها التنمويه التي استطاعت ان تحققها خلال العشر سنوات الماضيه. فلولا الجهد المصري الذي تحقق خلال العشر سنوات الماضيه على صعيد البنيه اللوجستيه والبنيه التنمويه وتعزيز الطفره التنمويه والاقتصاديه المصريه، ما كانت تظل مصر تحتفظ بهذه المكانه الاقتصاديه ليس فقط مع تركيا ولكن مع كافه الدول الصديقه والشريكه في المجال الاقتصادي. يعني إلى جانب هذا المجال الاقتصادي والتبادل التجاري بين مصر وتركيا، الرئيس التركي أشار في كلمته إلى إمكانية تطوير العلاقات في مجال الطاقة، في مجال السياحة، في مجال التعليم، وأشار إلى وجود معهد تركي في مصر يقبل عليه المصريون لتعلم اللغة التركية. بالتأكيد، وهذا ما يعني يدفعنا لفكرة الحديث عن فكرة التعاون الاستراتيجي الذي يشمل كافة المجالات ولا يتوقف فقط عند فكرة التعاون السياسي أو التعاون الاقتصادي، بل نحن نتحدث عن آفاق كثيرة جدا في التعاون. نتحدث هنا عن فكرة الشراكة الشاملة التي تتطرق أيضا لمجالات الطاقة والسياحة والتعليم والثقافة والتواصل الشعبي، وهذا في الحقيقة يرتقي العلاقات المصرية التركية القديمة والمتأصلة في يعني دواليب السياسة الخارجية. ومن ثم أنا أعتقد أن السياحة بالتأكيد أحد أهم الملفات المهمة للغاية التي من الممكن أن يتم التعاون فيها مع الجانب التركي، أيضا مجال التعليم بنفس الأمر، ولكن أيضا مجال الطاقة أعتقد أنه هو المجال الأبرز خلال هذه المرحلة، خصوصا أن الجانب التركي بيستورد أكثر من 90% من احتياجاته من الطاقة من الخارج، والدولة المصرية خلال الفترة الماضية استطاعت أن تخطو خطوات هائلة فيما يتعلق ب يعني هذا الأمر، وأصبحت أحد أهم الفاعلين المؤثرين في مجالات الطاقة الإقليمية سواء على صعيد الغاز أو على صعيد الكهرباء أو مجالات الطاقة. وأيضا مع طبعا انفتاح مصر ووجودها وتأسيسها لمنتدى شرق المتوسط وغيرها من مجالات، يجعل أيضا مصر أحد أهم الشركاء المهمين للغاية والأساسيين في مجالات الطاقة في المنطقة، وبالتالي أتوقع أيضا أن يكون هذا الملف أحد أهم ملفات التعاون المصري التركي خلال الفترة المقبلة. يعني بالعودة إلى القضية الفلسطينية، الرئيس التركي أشار في المؤتمر الصحفي إلى التعاون مع مصر في إقامة مستشفى ميداني لأهالي غزة، وأنه سنتعاون أيضا مع مصر في إعادة الإعمار أيضا بعد انتهاء هذه المأساة. هذه نقطة في غاية الأهمية، لأن أيضا فكرة إعادة الإعمار وطرحها الآن أمر بالغ الأهمية. مصر كانت لها طبعا مبادرة من قبل فيما يتعلق بإعادة الإعمار، 500 مليار دولار لإعادة إعمار غزة، كانت مبادرة مهمة للغاية وساهمت في إعمار غزة. وأيضا الآن يعني الحديث عن التعاون ما بين مصر وتركيا في إعادة الإعمار أمر مهم للغاية لمساندة الشعب الفلسطيني على الاستمرار والبقاء وإعادة وجه الحياة مجددا لقطاع غزة بعد توقف الحرب، خاصة أن يعني هناك جهود الآن سياسية ودبلوماسية داعية لوقف هذه الحرب المستعرة تجاه الأبرياء والمدنيين. وبالتالي الحديث أعتقد أنه مهم للغاية، والتنسيق فيما يتعلق بإعادة الأعمار مهم للغاية، والتعاون ما بين القاهرة وأنقرة في هذا الشأن سواء على صعيد الذهاب لفكرة الإعمار أو حتى ما قبل الإعمار فيما يتعلق كما أوضحنا في فكرة دعم العمل السياسي المصري أو دعم العمل الإنساني المصري، أيضا فكرة طبعا إنشاء المستشفى الميداني بدعم مصري. مصر تساعد كافة الدول يعني الصديقة والشقيقة وفي المجتمع الدولي بشكل عام فيما يتعلق بإرسال المساعدات إلى قطاع غزة، وهذا أمر في الحقيقة مصر بتولي أهمية كبيرة جدا، وهي مهمة ثقيلة في الحقيقة، ولكن مصر على قدر هذه المهمة وتقوم بها على أكمل وجه، ولهذا نرى الإشادات من المجتمع الدولي ومن كافة الدول بالدور المصري في هذا الإطار. وهذا ما دفع الرئيس التركي اليوم لشكر الهلال الأحمر المصري ولمؤسسات الدولة المصرية والجهات المصرية لما تبديه من تعاون كبير للغاية فيما يتعلق به إدخال المساعدات داخل قطاع غزة ومساعدة الجانب التركي وكافة الدول التي ترسل المساعدات إلى مطار العريش حتى تستطيع هذه المساعدات أن يعني تجد طريقها إلى قطاع غزة. يعني هذه فرصة أستاذ جمال نتعرف من حضرتك على دور الوساطة الذي تقوم به مصر في الفترة الأخيرة لوقف إراقة الدماء في غزة وإقامة هدنة بين الجانبين، وبالتالي يعني الوقوف على هدنة طويلة الأمد أو الوقف الشامل لهذه الحرب.
يمكن في الحقيقة القاهرة بتقود مفاوضات ماراثونية إذا جاز التعبير، يعني الكثير والكثير من الحلقات النقاش والمفاوضات تجري، والقاهرة شريك أساسي في كافة الاجتماعات التي تجري سواء طبعا في القاهرة أو كما رأينا في باريس أو حتى في قطر أو حتى يعني كل الاجتماعات المتعلقة بالشأن الفلسطيني. الدولة المصرية حاضرة، الدولة المصرية في الحقيقة تحاول الوصول لهدنة ليس من أجل الهدنة ولكن كمحطة للانطلاق إلى فكرة الوقف الكامل لإطلاق النار، وبالتالي بتسخر كافة جهودها الآن لإحداث نوع من أنواع يعني تقريب وجهات النظر ما بين الجانبين والوصول إلى حلول حقيقية تستطيع من خلالها الدولة المصرية أن يعني تنجح في إيجاد هدنة طبعا مع الشركاء الإقليميين زي قطر أو طبعا مع الشركاء الدوليين زي الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة أن في الحقيقة الوضع الدولي الآن محفز بفكرة إيجاد هدنة. هناك ضغط من الجانب الأمريكي، وهنا الضغط ليس لتغير في السياسات الأمريكية ولكن لأن المصلحة الأمريكية الآن تقتضي وجود هدنة، خاصة الجانب الأمريكي لديه انتخابات رئاسية، وبالتالي الضغط الأمريكي أيضا مع تغير في نبرة الخطاب الأوروبي، وهناك أصوات أوروبية الآن أيضا زي طبعا أسبانيا وغيرها من الدول يعني تريد أيضا أن يكون هناك الآن تهدئة فيما يتعلق بالحرب في قطاع غزة. إذا مصر بتحشد الرأي العام الدولي وتحاول من خلال هذه الاجتماعات ومن خلال الاجتماع الرباعي الذي تستضيفه القاهرة أن تصل لمحطة الهدنة التي أعتقد أن الوصول إليها سوف يكون مفتاحا حقيقيا لوقف إطلاق النار في غزة قريبا بإذن الله. شكرا جزيلا الأستاذ جمال رائف نائب مدير تحرير مجلة أكتوبر. إذن فقد أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه اتفق والرئيس التركي رجب طيب أردوغان على ضرورة وقف إطلاق النار بشكل فوري في قطاع غزة. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك بين الرئيسين السيسي وأردوغان بقصر الاتحادية عقب التوقيع على الإعلان المشترك حول إعادة تشكيل اجتماعات مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين مصر وتركيا. ورحب السيسي بنظيره التركي في أول زيارة له لمصر منذ أكثر من 10 سنوات، مشيرا إلى أن هذه الزيارة تفتح صفحة جديدة بين البلدين. وأكد السيسي اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية مع تركيا وما تشهده العلاقات التجارية من نمو خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على رفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين إلى 15 مليار دولار خلال السنوات القليلة القادمة. الرئيس السيسي أكد كذلك أن مباحثاته مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تناولت الملف الليبي، حيث تم التأكيد على ضرورة الدفع باتجاه استقرار الأوضاع في ليبيا والحفاظ على وحدة الأراضي الليبية. أكدنا ضرورة تعزيز التشاور بين البلدين حول الملف الليبي بما يساعد على عقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية وتوحيد المؤسسة العسكرية بالبلاد، ونقدر أن نجاحنا في تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي في ليبيا سيمثل نموذجا يحتذى به، حيث أن دول المنطقة هي الأقدر على فهم تعقيداتها وسبل تسوية الخلافات القائمة فيها. يهمني كذلك الترحيب بالتهدئة الحالية في منطقة شرق المتوسط، ونتطلع للبناء عليها وصولا إلى تسوية الخلافات القائمة بين الدول المتشائمة بالمنطقة، ليتسنى لنا جميعا التعاون لتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية المتاحة. كما أكدنا خلال المباحثات اهتمامنا المشترك بالتعاون في إفريقيا والعمل على دعم مساعيها للتنمية وتحقيق الاستقرار والازدهار. يا سادة، وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتورة وفاء علي أستاذة الاقتصاد. مرحبا بحضرتك دكتورة وفاء. أهلا يا فندم بحضرتك وبالمشاهدين الكرام. هل نستطيع أن نقول إذا كانت العلاقات السياسية هي بداية لصفحة جديدة بين مصر وتركيا، نستطيع أن نقول أن الاقتصاد أيضا سيفتح له نافذة جديدة بين البلدين؟ لا شك أن هذه هي مصر الكبيرة التي تطاعت بالدبلوماسية الرئاسية وابتكارها السياسي خلق حالة من الزخم في تطوير العلاقات المصرية التركية وتنشيط كافة آليات التعاون الثنائي. والملاحظ يا فندم أن كل وكالات الأنباء الأعين كلها شاقصة في العالم كله على هذه العلاقات الثنائية التي عادت بعد فترة جمود. استطاع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بابتكاره السياسي
أن يحافظ على التوازن بين البلدين الاقتصادي رغم فترة الجمود التي كانت موجودة في الفترة الماضية. نعم. الحقيقة النهاردة بعد اللقاء الثنائي بين الرئيسين لازم نقول أن احنا الحقيقة أمام نقلة نوعية اقتصادية للمنطقة بأكملها، فلا ننسى أن مصر وتركيا لهم ثقل اقتصادي وسياسي في هذه المنطقة بأسرها. نحن أمام يعني الحقيقة ملف كبير جدا من زيادة الاستثمارات اللي أعلن عنه السيد رئيس ووصوله إلى 15 مليار دولار في المرحلة القادمة، ونحن لدينا حلم رئاسي مشروع بوصول الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار. لا شك أن تركيا تعتبر من أكبر 10 دول مستقبلة للصناعات الكيماوية والأسمدة المصرية، بالإضافة أن المستثمر التركي له رغبة في الدخول إلى السوق المصري لأنه بيراهن على كفاءة هذا السوق وأيضا على بنيته التحتية القوية. نحن نفتح آفاق جديدة للأسواق التصديرية بالنسبة للدول المجاورة، ليس لتركيا فقط وإنما للدول المجاورة أيضا لأنقرة. الأمر الثاني أن زيادة الاستثمارات الصناعية بمصر بيفتح لنا آفاق جديدة لسوق العمل ونقل التكنولوجيا. أنا ننسى أن تركيا دولة صناعية لديها ترتيبات وأولويات في مجال نقل التكنولوجيا. نعم. الأمر الثاني الحقيقة أن هناك توائم وتوافق في وجهات النظر بين المشروعات الموجودة بصندوق مصر السيادي والتي يسعى المستثمرين الأتراك أن يعني يحظوا باهتمام أو بقدر كبير من الاستثمارات التي يعرضها صندوق مصر السيادي، بالإضافة أن مجلس الأعمال التركي المصري الذي كان اجتمع في أكتوبر الماضي تمهيدا لهذه الزيارة كان لديه رؤية في زيادة حجم الاستثمارات والشركات العاملة بالسوق المصري، بمعنى أن هناك شريك جاء ليكون هناك تحفيز ونقلة نوعية في مجال المسار الاقتصادي. نعم. الأمر الأهم يا فندم، لا ننسى جميعا أن تركيا دولة من دول حلف شمال الأطلنطي وهو الناتو، وأن لها ثقل ووزن اقتصادي وسياسي أيضا في المنطقة تتوائم مع ثقل مصر وموقع الاستراتيجي. والحقيقة أن هناك ملف هام جدا طرح على طاولة المفاوضات وهو ملف الطاقة في شرق المتوسط، فلا ننسى أن منتدى غاز شرق المتوسط يستطيع من خلال رؤيته الاستباقية أن يحل المشاكل الموجودة باعتبار أن مصر هي المثلث الذي يحافظ على التوازن بين القضايا المطروحة. فقد حول السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الثروة الموجودة في المتوسط من ملف لتأجيج الصراعات إلى ملف للرؤى المشتركة والمصالح المشتركة. نعم. وتستطيع مصر أن تقرب وجهات النظر بين تركيا وقبرص واليونان. الأمر الثاني أنه لدينا اتفاقية للتجارة الحرة فعلا بيننا وبين تركيا يتم تفعيلها، وهناك حرص من الدولة المصرية في الفترة القادمة على نظام التعامل والتبادل بالعملات المحلية لتخفيف الأعباء عن التعامل بالعملة الصعبة أو ما يسمى بالدولارة، وده الحقيقة بيفتح آفاق جديدة لأسواق تصديرية جديدة وتنافسية جديدة وأيدي يعني فرص للتشغيل وأيضا فرص لوجود الاستثمارات، بالإضافة أن استغلالا للبنية التحتية الجاهزة الموجودة بمحور قناة السويس والتي يسعى العالم كله إلى تدفق الاستثمارات إليها، هناك رغبة من المستثمرين التركيين في الوصول إلى مشروعات الموجودة خصوصا الهيدروجين الأخضر وغيره الموجود بمحور قناة السويس. نعم. أشك إن إحنا أمام نقلة نوعية في التعامل في العلاقات التركية المصرية بفضل اللي انتهجته مصر فتاح السيسي بما يسمى الصبر الاستراتيجي والثبات الانفعالي في كافة القضايا التي تحافظ على الدولة المصرية إلى الآن، وهو ما يتبعه في ظل الظروف الراهنة. والملف الأساسي على الطاولة هو وصول المساعدات والتهدئة بالنسبة للصراع في غزة وأيضا الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني وضرورة وجود حل الدولتين وإنهاء هذا الصراع الكارثي ووصول المساعدات، وهي الحقيقة قضية أساسية على طاولة المفاوضات. إذن هناك تطابق في وجهات النظر بالنسبة للقضايا العالمية والقضايا المطروحة حاليا، وخصوصا أن مصر وتركيا الدولتين بتعانيان من نفس التحديات الاقتصادية التي فرضتها علينا الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة. نعم. إحنا أمام مستقبل واعد للعلاقات الاقتصادية التركية،
وهذا الملف الحقيقة تفوق على كل الخلافات السابقة، وأصبح أمامنا الصفحة الجديدة وإعادة الثقة مرة أخرى في جانب الاقتصاد بجانب الجانب السياسي. دكتورة وفاء، يعني على ذكر حضرتك لاتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا، معروف أن هذه الاتفاقية تم توقيعها عام 2005 ودخلت حيز التنفيذ عام 2007، والحقيقة يمكن وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى حوالي 10 مليار دولار، في أمل أن تصل هذه الشراكة إلى 20 مليار دولار في الفترة القادمة. وهل يمكن رفع القيود على تبادل السلع بالفعل بين البلدين واستخدام العملة المحلية في التبادل الثنائي كما ذكرتي؟ بالتأكيد يا فندم، مصر لديها نهج جديد، وهو نهج تكتيكي، لأنها الحقيقة وضعت المسار الصحيح والرؤية الصحيحة وبتسير على هذا النهج التكتيكي في هذا الاقتصاد. نحن منذ وضعنا هذا النظام، ويمكن اتبعناه مع بعض الدول في المنطقة كالإمارات العربية، نحن حرص لدينا على التبادل بالعملات المحلية والصفقات المتكافئة والصفقات العادلة. فنحن أمام مسار جديد، لأن الحقيقة هذا هو قانون العالم اليوم، قانون التحاور الاقتصادي السياسي، يعني الاقتصاد قد يسبق السياسة، ولا يحل الأفق السياسية إلا الأفق الاقتصادية أولا، لأن هناك علاقة طردية موجودة بين الاثنين بتحل جميع المشاكل. فالحقيقة تفعيل اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين دي هتفتح الحقيقة في الفترة القادمة آفاق جديدة، خصوصا أن لدى المستثمرين الأتراك وأيضا لدى الحكومة المصرية رغبة حقيقية في تفعيل هذه الاتفاقية وإزالة الحواجز الجمركية وفتح الآفاق بالنسبة لفرص نقل التكنولوجيا والصناعات الجديدة. والحقيقة احنا شايفين الملف متعدد الجوانب على كافة الأصعدة، يعني حتى الأصعدة الدفاعية نحن لدينا أيضا فتح للآفاق بالنسبة للملف الدفاعي، وأيضا نقل التكنولوجيا والخبرة الصناعية من الجانب التركي إلى الجانب المصري، وأيضا دخول الجانب المصري إلى السوق التركي، لأن احنا الحقيقة لدينا يعني الاتفاقية بتقوم على التبادل المنافع بين الجانبين، يعني أنا بفيد الجانب الآخر كما أستفيد. وفي الأمر الثاني أن حضرتك بتفتح كمان سوق مجاور بجانب السوق التركي للدول التي تنفذ إليها تركيا. مصر بالنسبة لتركيا هي بوابة العبور إلى القارة الأفريقية، يعني احنا نحن البوابة الذهبية لعبور ايضا المنتجات التركية. فاذا تفعيل اتفاقية التجارة الحرة في الفترة القادمة، ويمكن احنا بدأنا يعني اواصر التبادل ووجهات النظر منذ العام 23 بالنسبة لجمعية رجال الاعمال والمجلس التركي المصري، وبدأت الاستثمارات والمستثمرين التركيين بيوسعوا نطاق او افاق الشركات وزيادة حجم الشركات والصناعات التركية داخل مصر اللي هتوفر لك منتج داخل السوق المحلي. وعندما يتحول أيضا التبادل بالعملة المحلية فسيرفع الضغط عن التعامل بالعملات الأجنبية وتخفيف من نظام الدولارة، الحقيقة اللي كان بالنسبة للدول كلها إكراه اقتصادي من نوع خاص. فنحن في طريق صحيح، والوصول إلى مسار التصحيح في العلاقات السياسية والاقتصادية بالنسبة للنقلة النوعية لدولتين بحجم مصر وتركيا لهم ثقل سياسي تشخص عليه كل الأعين في العالم كله، وسيكون تحويل مسار العلاقات التركية المصرية في الفترة القادمة سيؤدي إلى تغيير في المنطقة بأسرها، لأن حضرتك بتغير الجغرافيا من جديد بتواكب العلاقتين اللي ليهم جذور متشابكة منذ التاريخ. فنحن شركاء في التاريخ والجغرافيا من أزل بعيد، وعندما تعود العلاقات في هذا الوقت الذي يحتاج إليه الطرفين إلى توائم الروابط الاقتصادية والسياسية سيكون له رد فعل جديد على كل الأسواق الموجودة بالمنطقة، بل على القوى السياسية والتحالفات الموجودة في العالم، باعتبار أن تركيا دولة من دول حلف شمال الأطلنطي. نعم دكتورة وفاء، يعني إذا كانت العلاقات بين مصر وتركيا على المستوى الاقتصادي، ملف الاستثمار، ملف التجارة لم يتأثر خلال السنوات العشر الماضية، فكان هناك تأكيد آخر من الرئيس التركي على أهمية تطوير مجال الطاقة والسياحة والتعليم بين الدولتين.
دكتورة وفاء. مع حضرتك يا فندم. الو، حضرتك سمعتيني يا فندم. على تأكيد الرئيس التركي على تطوير العلاقات في مجال الطاقة، في مجال السياحة، وأيضا في مجال التعليم. بالتأكيد، لأن الحقيقة البلدين خلال حتى فترة الجمود الماضية ال 11 عام السابقين لم تنقطع الدبلوماسية الاقتصادية بين البلدين، وإنما احنا بننظر إلى الملفات التي تحدث عنها الرئيس التركي، وهي ملفات هامة جدا، سواء التعليم، سواء الطاقة، سواء السياحة، أو كل الملفات الفرعية المختصة بالأصعدة الاقتصادية، لأن الزيارة الحقيقة بتأتي في توقيت مهم جدا للمنطقة، لأن المواقف المشتركة دي هتكون نقطة جوهرية في تحويل مسار أيضا العلاقات للمنطقة بأسرها. ليه؟ لأن الحقيقة إحنا جايين بزخم سياسي جديد. أولا كل التيارات الاقتصادية والتيارات السياسية سواء داخل مصر أو تركيا بترحب بمسار العلاقات الجديد على كافة الأصعدة، ويمكن القضايا الخلافية التي تحولت إلى نهج جديد من المستوى الاستراتيجي بالإضافة إلى التعاون التجاري والعسكري، الحقيقة دي كانت تعتبر نقلة نوعية بالنسبة للعلاقات على المدى الطويل. ولا ننسى أن مصر الحقيقة بجانب حرصها الشديد على التبادل التجاري والاقتصادي وملف التعليم، مصر دولة كبيرة ودولة راقية وتتعامل في كل الملفات برقي. احنا الحقيقة كنا يعني الثبات اللي احنا الانفعالي لمصر واستقرارها النفسي والسياسي والإرادة السياسية الموجودة لتبادل العلاقات مع الدول والتحايل على الخلافات، فالأمر أصبح العالم يمر بمرحلة صعبة جدا وبمرحلة مخاض جديدة يتوجب على الجميع تفعيل أدواته الاقتصادية من خلالها. فالحقيقة مصر وتركيا اليوم بيتم تفعيل الأدوات الاقتصادية الموجودة لدى البلدين لمواجهة كل التحديات الراهنة الموجودة حولهم في العالم وفي المنطقة التي تفعلت وتمخضت عن الحقيقة بقاع ساخنة موجودة وتوترات جيوسياسية يجب التجاوز عنها حتى يسير العالم إلى الأمام ولا يعود إلى الوراء، لأن الحقيقة نقطة الخلاف الموجودة عالميا بالتوترات السياسية بتؤدي إلى نقطة اللا عودة، ومصر الحقيقة بتنتهك سياسة ومسار جديد إنها بتحاول أن يعني تتخطى كل الخلافات في سبيل الوصول إلى الهدف الحقيقي وهو التوأمة الاستراتيجية سواء السياسية أو الاقتصادية، لأن لها مكانتها الجيوسياسية في المنطقة وتموضعها الاقتصادي أيضا في المنطقة، وهناك ثقل موجود بين الدولتين يجب المحافظة عليه. ويمكن السيد الرئيس الحقيقة عبد الفتاح السيسي أنا بعتبر أنه بيتوجه بنظرية جديدة وهي الصبر الاستراتيجي في المنطقة، وهذا الصبر الاستراتيجي هو ما يؤدي إلى النتائج الإيجابية وتخطي كل العقبات في سبيل أن يكون هناك نوع من التكتل الجديد، وهذا هو قانون العالم اليوم. شكرا جزيلا دكتورة وفاء علي أستاذة الاقتصاد، كنت معنا عبر الهاتف. الرئيس السيسي أكد كذلك أن مباحثاته مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تناولت الملف الليبي، حيث تم تأكيد على ضرورة الدفع باتجاه استقرار الأوضاع في ليبيا والحفاظ على وحدة الأراضي الليبية. أكدنا ضرورة تعزيز التشاور بين البلدين حول الملف الليبي بما يساعد على عقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية وتوحيد المؤسسة العسكرية بالبلاد، ونقدر أن نجاحنا في تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي في ليبيا سيمثل نموذجا يحتذى به، حيث أن دول المنطقة هي الأقدر على فهم تعقيداتها وسبل تسوية الخلافات القائمة فيها. يهمني كذلك الترحيب بالتهدئة الحالية في منطقة شرق المتوسط، ونتطلع للبناء عليها وصولا إلى تسوية الخلافات القائمة بين الدول المتشائمة بالمنطقة، ليتسنى لنا جميعا التعاون لتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية المتاحة. كما أكدنا خلال المباحثات اهتمامنا المشترك بالتعاون في إفريقيا والعمل على دعم مساعيها للتنمية وتحقيق الاستقرار والازدهار. وعقب القمة التي جمعتهما بقصر الاتحادية، وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان على الإعلان المشترك بشأن إعادة تشكيل مجلس التعاون الاستراتيجي بين البلدين.
للمزيد من المتابعة حول الزيارة التاريخية للرئيس التركي للقاهرة ينضم إلينا هاتفيا السفير دكتور صلاح حليمة مساعد وزير الخارجية الأسبق. سيد سفير، بعد التحية، كيف قرأت هذه الزيارة التاريخية للرئيس التركي لمصر؟ في تقديري أن هذه الزيارة تشكل نقلة نوعية في العلاقات ما بين مصر وتركيا، ليس فقط فيما يتعلق بالمجال أو في الإطار الثنائي، وإنما أيضا فيما يتعلق بالإطار المتعدد، وأقصد بذلك ما تم تناوله أو ما سيتم تناوله أيضا بصدد القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. هذه الزيارة تأتي عقب فترة ربما تقدر بعقد من الزمان، كانت العلاقات ربما ليست على المستوى المنشود وتخللها بعض التوترات، لكن سبق هذه الزيارة عدد من الإجراءات واللقاءات حتى كانت على مستوى الرئيسين في قطر. ما هدف هذه الزيارة، وخاصة وأنها تجيء في توقيت هناك قضايا ذات أهمية بالغة حيوية، لعل من أبرزها القضية الفلسطينية والعدوان الإسرائيلي على غزة وما أثاره من تصعيد في منطقة البحر الأحمر وفي مناطق أخرى، فضلا عن أهمية هذه الزيارة في تناول هذه القضية وإمكانية طرح حلول ومواقف من شأنها يعني على الأقل وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات بشكل فوري وعاجل وعادل، وربما أيضا ربطا بالإفراج عن الرعائن. وفي تقديري سيكون هناك ربط في هذه الزيارة في تناول هذه القضية بضرورة تسوية القضية الفلسطينية، أقصد بذلك أن سيكون هناك رؤية شاملة لتسوية القضية الفلسطينية اعتبارا من وقف العدوان الإسرائيلي على غزة بوقف إطلاق النار والرعائن والمساعدات وتسوية القضية الفلسطينية. أعتقد أيضا هناك أهمية بالغة لتطورات الأوضاع في الصومال على ضوء المذكرة التي وقعت ما بين أثيوبيا وأرض الصومال، خاصة وأن هذا الأمر له أبعاد وتأثيرات على الأمن والاستقرار في منطقة البحر الأحمر، وهناك علاقات أعتقد أنها علاقات قوية بين أثيوبيا بين تركيا والصومال وأيضا بين تركيا وأثيوبيا، على النحو الذي يمكن أن يكون هناك رؤية مشتركة وتحرك مشترك نحو احتواء هذه التطورات في القضية الصومالية. أيضا فيما يتعلق بالسودان وأزمة السودان وتطوراتها، العلاقات أيضا التركية في هذا الصدد مع مصر يمكن أن يكون هناك تناول هذه القضية على النحو الذي يسهم في تهدئة الأوضاع والتوصل إلى ما يمكن يساهم في تسوية الأزمة السودانية. لا شك أيضا فيما يتعلق بتطورات الأوضاع في سوريا وتطورات الأوضاع في اليمن، كل هذه القضايا في غاية الأهمية فيما يتعلق بالعلاقات بين البلدين، وأعتقد سيكون هناك اهتمام في الزيارة بهذا الأمر. أما في مجال العلاقات الصناعية وهو أمر أعتقد سيكون لها أولوية في هذه الزيارة، سواء على المحور الأمني والتعاون العسكري، سواء على المحور السياسي في تطبيق الرؤى والمواقف في مسألة القضايا التي تحدثت عنها، أيضا فيما يتعلق بالمحور الاقتصادي أعتقد أن هذا المحور سيكون له أولوية كبيرة في إطار التسوير، في إطار ربما التعاون في مجال الاستثمار في مصر من جانب تركيا، وأيضا فيما يتعلق بالعلاقات التجارية، وفيما يتعلق أيضا ب تبادل الزيارات في إطار القطاع الخاص وإسهاماته من جانب تركيا في مصر، وربما أيضا في الإطار الآخر أيضا الاستثمار المصري في تركيا. أعتقد في المجال التجاري سيكون هناك اهتمام كبير جدا بزيادة معدلات النشاط التجاري بين جانبين، خاصة العلاقات الاقتصادية خلال الفترة الماضية لم تتوقف، وإنما في هذه الزيارة سيكون هناك آفاق أرحب في مجال التعاون الاقتصادي في كافة أفرع المجال الاقتصادي، سواء كان الاستثمار سواء كان النشاط التجاري، كل هذه الأمور أعتقد ستكون
محل اهتمام كبير في هذه الزيارة. نعم سيد سفير، يعني لا شك أن في الاتحاد قوة، كيف يمكن أن يمثل هذا التقارب المصري التركي قوة أكبر لكلا البلدين؟ أعتقد يعني كما أشرت أن هناك ملفات عديدة سواء الأمني أو السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أيضا، وأقصد بذلك ربما مجال الصحة والتعليم والثقافة، سيكون هناك فقر حول التعاون في هذه المجالات، خاصة أن منطقة الشرق الأوسط وأقصد بذلك ربما دول الخليج وأيضا منطقة البحر الأحمر أصبح هناك نوع من الانفراج في العلاقات ما بين دول الجوار العربي وأقصد إيران وتركيا مع هذه الدول، ثم أيضا هناك نوع أيضا من الانفتاح على القوى الكبرى زي روسيا والصين بجانب طبعا الدور الموجود للدول الغربية. كل هذه الأمور أعتقد ستكون لتركيا ومصر دورا محوريا في تطوير وتنمية هذه العلاقات في إطار تعاوني وليس إطار تصارعي أو تنافسي. شكرا جزيلا معالي السفير دكتور صلاح حليمة مساعد وزير الخارجية الأسبق. ونعيد على سيادتكم المؤتمر الصحفي للرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان. بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية، السيدات والسادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أود في البداية أن أرحب بفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان والوفد المرافق لسيادته في أول زيارة له لمصر منذ أكثر من 10 سنوات، لنفتح معا صفحة جديدة بين بلدينا بما يمثل علاقتنا الثنائية ويضعها على مسارها الصحيح، وأؤكد اعتزازنا وتقديرنا لعلاقتنا التاريخية مع تركيا والإرث الحضاري والثقافي المشترك بيننا، ويهمني هنا إبراز استمرار التواصل الشعبي خلال السنوات العشر الماضية كما شهدت العلاقات التجارية والاستثمارية نموا مضطردا خلال تلك الفترة. فمصر حاليا الشريك التجاري الأول لتركيا في إفريقيا، كما أن تركيا تعد من أهم مقاصد الصادرات المصرية، وقد أثبتت التجربة الجدوى الكبيرة للعمل المشترك بين قطاعات الأعمال بالبلدين، وبالتالي سنسعى معا إلى رفع التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار خلال السنوات القليلة القادمة، وتعزيز الاستثمارات المشتركة وفتح مجالات جديدة للتعاون. السيدات والسادة، أود أيضا أن أشير إلى اهتمامنا بتعزيز التنسيق المشترك والاستفادة من موقع الدولتين كمركزي ثقل في المنطقة بما يسهم في تحقيق السلم وتثبيت الاستقرار ووفر بيئة مواتية لتحقيق الازدهار والرفاهية، حيث تواجه الدولتان العديد من التحديات المشتركة مثل خطر الإرهاب والتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يفرضها علينا الواقع المضطرب في المنطقة. وأعرب في هذا السياق عن اعتزازنا بمستوى التعاون القائم بين مصر وتركيا من أجل النفاذ السريع لأكبر قدر ممكن من المساعدات الإنسانية إلى أهلنا في قطاع غزة، أخذا في الاعتبار ما تمارسه السلطات الإسرائيلية من تضييق على دخول تلك المساعدات، مما يتسبب في دخول شاحنات المساعدات بوتيرة بطيئة لا تتناسب مع احتياجات سكان القطاع. ولقد توافقت وفخامة الرئيس أردوغان خلال المباحثات
على ضرورة وقف إطلاق النار في القطاع بشكل فوري وتحقيق التهدئة بالضفة الغربية حتى يتسنى استئناف عملية السلام في أقرب فرصة، وصولا إلى إعلان الدولة الفلسطينية ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. كما أكدنا ضرورة تعزيز التشاور بين البلدين حول الملف الليبي بما يساعد على عقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية وتوحيد المؤسسة العسكرية بالبلاد، ونقدر أن نجاحنا في تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي في ليبيا سيمثل نموذجا يحتذى به، حيث أن دول المنطقة هي الأقدر على فهم تعقيداتها وسبل تسوية الخلافات القائمة فيها. يهمني كذلك الترحيب بالتهدئة الحالية في منطقة شرق المتوسط، ونتطلع للبناء عليها وصولا إلى تسوية الخلافات القائمة بين الدول المتشعبة بالمنطقة، ليتسنى لنا جميعا التعاون لتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية المتاحة. كما أكدنا خلال المباحثات اهتمامنا المشترك بالتعاون في إفريقيا والعمل على دعم مساعيها للتنمية وتحقيق الاستقرار والازدهار. وختاما فأنني أتطلع لتلبية دعوة الرئيس أردوغان لزيارة تركيا في إبريل القادم لمواصلة العمل على ترفيع علاقات البلدين في شتى المجالات بما يتناسب مع تاريخهما وإرثهما الحضاري المشترك. مرة أخرى أرحب بك فخامة الرئيس، وأرجو أن تتفضل بإلقاء كلمتك. شاكر. بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة الرئيس والسادة والسيدات الإعلاميين، أحييكم بكل محبة واحترام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنني سعيد بأن أكون هنا في القاهرة مرة أخرى بعد فترة طويلة وهي 12 سنة، وأنا أتقدم بجزيل الشكر إلى الرئيس السيسي وجميع الإخوة المصريين على حسن الاستضافة والحفاوة. قبل الحديث عن حديثي أيضا تفاصيل لقائنا هنا، أود أن أعرب عن تمنياتي بالشفاء العاجل للذين أصيبوا في مدينة أرزنجان التركية، وللأسف الشديد هناك وفيات 9 من أيضا العمال في المنجم قد فقدوا أرواحهم، وأعمال البحث مستمرة، ووزير الطاقة ووزير الداخلية قد كلف بأداء مهمة هناك متابعة الأعمال أيضا، ونحن نتلقى معلومات. و349 مختص إلى جانب 886 أيضا من فرق داعمة وأدوات مستعدة، مثل 44 مولد طاقة وأكثر من 300 أدوات وآلات للإنقاذ، إلى جانب 6 طائرات مسيرة تعمل هناك. ونحن سنعمل حتى نصل إلى هؤلاء المواطنين، وأسأل الله أن يحمينا من جميع الآفات والبلاوي. أيها الإخوة، نحن في الواقع نتقاسم مع مصر تاريخا مشتركا يمتد لما يزيد عن 1000 سنة، ونحن نريد أن نرتقي بمستوى علاقاتنا إلى المسار اللائق، ونجد بأن الإرادة نفسها موجودة لدى الجانب المصري، وقد رفعنا مستوى تعاوننا إلى مستوى مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى، و
وقد أعربت بأنني أنتظر فخامة الرئيس في زيارته إلى أنقرة من أجل اجتماع أو عقد الاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى، وأعتقد أن هذا الاجتماع هو سيكون بمثابة مرحلة جديدة في علاقاتنا الثنائية. واليوم في مشاوراتنا تحدثنا عن ووضعنا هدفا بأن نصل بحجم التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار في أقرب وقت، كما أننا عازمون على زيادة حجم استثماراتنا التركية في مصر وهو بحدود 3 مليارات دولار حاليا. كما تبادلنا الآراء أيضا في إمكانية اتخاذ تدابير إضافية من أجل زيادة التعاون التجاري والاقتصادي. ومجال الصناعات العسكرية والدفاعية يعتبر مجال تركيا قد أثبتت قوته فيه، ويمكن أن نطور علاقاتنا أيضا في بناء على الطاقات الكامنة بين البلدين، ويمكن أن نطور علاقاتنا وتعاوننا في مجال الأنجي ومجال الطاقة. وإلى جانب أيضا يمكن أن نعزز روابطنا في المجالات السياحية والتعليمية والثقافية، وسنبذل قصارى جهدنا. وكذلك إن معهد يونس أمرا في القاهرة يعتبر أكبر فرع لمعهد يونس أمرا في العالم من حيث الإقبال عليه لتعلم اللغة التركية، وفي السنة الماضية فقط قد تم تسجيل 22 ألف طالب مصري في هذا المعهد من أجل تعلم اللغة التركية، وهذا يبعث على السرور والسعادة. أيها الإعلاميون، إن ما يحدث في غزة من مأساة إنسانية كان قد تصدر جدول أعمالنا اليوم، ومن خلال الهجمات الإسرائيلية إلى حد الآن قد استشهد أكثر من 28 ألف فلسطيني، كما أنه أصيب ما يقارب 70 ألف فلسطيني بريء، وقد تم استهداف المساجد والكنائس والمدارس والمستشفيات ومباني تابعة للأمم المتحدة. وإن إدارة نتنياهو فقط استمرت بسياسة الاحتلال والقتل والمجازر أيضا رغم ردود الفعل العالمية أيضا. ومن أجل إيصال المساعدات إلى غزة يعتبر من أولويتنا أيضا. ومن إلى حد الآن من بلدنا قد أرسلنا ما يزيد عن 31 ألف طن من مساعدات إنسانية أيضا. ولا شك نحن نقدر هنا دعم جهات مصرية أيضا. وأشكر كذلك الهلال الأحمر المصري وكذلك وزارة الصحة المصرية وجميع الجهات المصرية في هذا الأمر. وإلى جانب مساعداتنا الإنسانية أيضا، وقد استطعنا أن ننقل أكثر من 700 مصاب فلسطيني مع المرافقين إلى تركيا، وكذلك الخبراء يتباحثون فيما بينهم من أجل بناء مستشفى ميداني في غزة، ونحن نتطلع إلى دعم إخوتنا المصريين لبناء هذا المستشفى الميداني قريبا. وإن المبادرات لتهجير سكان غزة بحكم العدم بالنسبة إلينا، ولا يمكن أن نقبل بتطهير غزة من السكان كليا، ونحن نقدر موقف مصر في هذا الأمر أيضا. وإن إدارة نتنياهو فيستمر في مجازره، وهو عليه أن يكف عن أن ينقل مجازره إلى رفح أيضا. وكذلك إن المجتمع الدولي أيضا يجب أن لا يسمح بهذا التصرف الجنوني، ومن أجل
إيقاف إراقة الدماء في غزة سنظل على تعاون مع مصر أيضا، وعلى مدى متوسط فإن إعادة إعمار غزة وتضميد الجروح يتطلب منا العمل المشترك، ونحن جاهزون للعمل مع مصر في هذا الشأن أيضا السادة والإعلاميون. وفي لقائنا مع الرئيس مع فخامة الرئيس تطرقنا إلى مواضيع ليبيا والصومال والسودان، ونحن أكدنا حرصنا على الوحدة الأراضية لهذه الدول الثلاثة وأمنها واستقرارها. ونحن في أفريقيا أو في الشرق الأوسط أو في أي مناطق التي تربطنا بها علاقات تاريخية وتعلق قلبي بها بأن يحدث أن تحدث أي حرب أو حالة عدم استقرار، ونحن عازمون على أن نستمر في التنسيق والتعاون مع مصر في تناول وتباحث كل هذه المسايا والقضايا العالمية أيضا. وأنا بهذه الكلمات أجدد شكري الخالص لفخامة الرئيس، وأتمنى أن تكون هذه الزيارة وسيلة خير لبلدينا ولمنطقتنا وللعالم برمته. وللمزيد من المتابعة والتحليل حول زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمصر ينضم إلينا هاتفيا الدكتور جمال سلامة عميد كلية السياسة والاقتصاد بجامعة السويس. مرحبا بحضرتك دكتور جمال. أهلا بك وأهلا بالمشاهدين. دكتور جمال، إذن هناك رغبة أكيدة تركية في الارتقاء بمستوى العلاقات مع مصر وأيضا اتخاذ تدابير إضافية من أجل مزيد من التعاون في مجال الاقتصاد، التجارة، الطاقة، التعليم والسياحة. بالطبع، يعني مصر وتركيا هما دولتان هامتان في الشرق الأوسط، وبتربطهما علاقات تاريخية وعلاقات قضية كبيرة جدا، يعني برغم حتى فترات الاحتقان أو فترات الفتورة التي كانت في فترة من الزمن، لكن هذا أيضا لم يمنع العلاقات التجارية والعلاقات الاقتصادية بين البلدين، وبالتالي يعني هناك مزيد من الفرص ومزيد من التعاون في المجالات السياسية وفي المجالات الاقتصادية حتى في المجالات العسكرية. ومما يعني يجب أن نذكر أن مصر وتركيا هما من الدول العسكرية الكبرى أيضا في الشرق الأوسط، وبالتالي بتأتي هذه الزيارة لتغليب منطقة المصلحة على أي منطق آخر، في ولا سيما أن هناك قضايا مشتركة كبيرة جدا بين البلدين. نعم دكتور جمال، أيضا الموقف السياسي التركي تجاه الحرب الدائرة والمجازر الدائرة في غزة جاء أيضا متوحدا مع الموقف المصري في ضرورة وقف إراقة الدماء، ضرورة إنفاذ المساعدات، أيضا حتى عملية الإعمار، يعني تركيا أشارت إلى أننا مستعدون للإعمار في قطاع غزة بعد هذه الحرب بالاشتراك مع مصر. هذا شيء جيد بالطبع، يعني هناك تطابق في المواقف المصرية التركية في هذا المجال، ولا سيما نحن بصدد قضية أساسية أو قضية هي أبرز القضايا الآن التي بتجتاح المنطقة العربية خاصة والشرق الأوسط بصفة عامة، وأيضا بتحظى باهتمام عالمي. فبالتالي أنا أعتقد أن تضافر الجهود المصرية التركية يمكن أن يسهم بشكل كبير ويضيف إلى الرصيد المؤدي إلى تخفيف حدة المعاناة عن الشعب الفلسطيني وعن غزة أو فيما بعد هذه الحرب التي يعني شهدت مآسي. ويعني أعتقد طبعا أن تركيا لديها أيضا ما تضيفه إلى الجهود المصرية. دكتور جمال، في هذا الإطار كيف يمكن أن يؤدي تحسن مناخ العلاقات وتنشيط آليات التعاون الثنائي رفيعة المستوى وتحقيق التقارب بين البلدين، كيف سيعطي دفعة وقوة للمنطقة وأمان بالنظر إلى ثقل مصر وتركيا في الشرق الأوسط؟ أنا أعتقد طبعا يعني بما يعني تمتلكه تركيا من أدوات
اقتصادية وتمتلكه ثقل سياسي وما تمتلكه أيضا مصر من فرص اقتصادية واعدة وما تمتلكه أيضا من ثقل سياسي وثقل عسكري في المنطقة يمكن أن تؤدي ذلك إلى يعني مناخ بناء في العلاقات بين البلدين في الشرق الأوسط ولا سيما في القضايا التي كانت عالقة وما زالت عالقة بين البلدين سواء كنا نتحدث عن قضايا اقتصادية مسألة غاز الشرق المتوسط أو قضايا يعني سياسية في ليبيا أو في غزة كل هذا بالفعل يعني يمكن أن يكون يؤدي إلى حلحلة الظروف أو لحلحة الظروف التي يعني تؤدي إلى يعني تحسين في الموقف سواء كنا نتحدث في ليبيا أو نتحدث حتى القضايا الخاصة التي يعني قد بتعتبرها تركيا هي قضايا يعني بتمس أمن تركيا سواء كانت في العراق أو في سوريا يعني أعتقد طبعا أن هذا التقارب يمكن أن يسهم في تحسين هذه الأجواء أو هذه التشابكات التركية العراقية أو التشابكات التركية السورية ولا سيما أن مصر معنية في أمن المنطقة بشكل كبير جدا الأمن القومي العربي وهذا المفهوم الذي راب يعني النتيجة للظروف التي شهدتها المنطقة فيما سمي بأحداث الربيع العربي أو كل هذه المصطلحات التي روضت بها وسائل الإعلام الغربية أعتقد طبعا أن يعني هذا التقارب المصري التركي مصر أيضا لديها علاقات جيدة مع قبرص واليونان ونحن نعلم أن تركيا يعني هناك توتر في العلاقة بين قبرص واليونان أعتقد أيضا أن مصر لديها ما تقدمه لتركيا باعتبار تقارب وجهات النظر في هذا الشأن. نعم دكتور جمال، عندما يتابع المواطن العربي هذه الزيارة التاريخية للرئيس التركي لأول مرة منذ توليه الرئاسة إلى مصر وهذا التقارب المصري التركي، كيف يتوقع أن يؤثر هذا التقارب على مسار الحرب الدائرة الآن في غزة؟ يعني طبعا تركيا ومصر لديهم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل وأيضا يعني يمكن من خلال هذه العلاقات الضغط على إسرائيل. البعض كان يتحدث عن يعني أن إسرائيل يعني يمكن أن تؤثر على الأمن القومي المصري. أعتقد طبعا أن هذا يعني هو رهان إسرائيلي أو قد يكون رهان على اتفاقية السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل والتي ضمنت لإسرائيل أمنا لم تشهده منذ عام 73 حتى من هذا. فهذه العلاقات يعني أعتقد طبعا أن إسرائيل رغم طبعا الثغرة المتطرفة اليمينية المتطرفة التي تحكم إسرائيل الآن، لكن برغم ذلك أيضا هي يعني لديها حد ما لم تراهن بعلاقتها مع مصر ولم تراهن ب يعني هذا الأمن الذي تحقق لها منذ السلام الذي وقع في 26 ديسمبر عام 79. أيضا تركيا لديها علاقات دبلوماسية قديمة مع إسرائيل، يمكن للبلدين الضغط على إسرائيل سواء فيما يتعلق بحرب غزة أو فيما يتعلق فيما بعد الحرب ويعني البحث عن مستقبل قد تكون تركيا شريكا أيضا في إيجاد تسوية لهذه القضية المزمنة. بعض المراقبين رأوا أن هذه الزيارة وقدوم الرئيس أردوغان للقاهرة تمهد لتحالف استراتيجي جديد يرسم مستقبل الإقليم في هذا التوقيت شديد الحساسية، كيف تقرأ هذا الرأي دكتور جمال؟ دعني أشير إلى نقطة يعني قد تكون بعيدة شيئا مع سؤالك. برغم طبعا أن العلاقات الدولية يعني لا تحكمها العواطف تحكمها المصالح أكثر من هذا، لكن يعني زيارة الرئيس التركي بهذا يعني واصطحاب قرينته معه في حد ذاته يعني يشير إلى أن هناك يعني محاولة من الرئيس أردوغان إلى أن يجعل هذه الزيارة برغم طبعا أنها زيارة مصلحة وزيارة استراتيجية وزيارة سياسية، لكن بيحاول أن يجعل أن هذه زيارة ودية لدولة شقيقة اللي هي
تجمعها روابط تاريخيه وتجمعها اواصر صداقه برغم طبعا الخطوره التي شهد هذه العلاقه. لكن حدثتني انت عن الناحيه الاستراتيجيه وان هناك شراكه استراتيجيه. يعني دعني اذكرك ايضا ان هناك تصريح من صدر منذ شهرين ان تركيا بسبب بيع صفقه مسيرات وتركيا الى مصر وتركيا هي وايران هما من الدول الذين يعني بلغوا حد ما في التقنيات صناعه المسيرات، وبالتالي اعتقد طبعا يعني هذا من جانب. من جانب اخر تركيا هي دوله من الناحيه العسكريه دوله كبيره ايضا من الناحيه العسكريه، وان كانت بالطبع لا تقارب مصر في هذه الناحيه. مصر في ترتيبها الترتيب العسكري من ناحيه القوى العسكريه هي تسبق تركيا في هذا المجال، لكن تركيا هي دوله كبيره جدا، وهي تركيا ايضا هي عضو في حلف الناتو. اعتقد طبعا ان شراكه استراتيجيه من ناحيه سواء في ناحيه التدريب او في ناحيه التصنيع، تركيا ايضا هي من الدول المصنعه للاسلحه. فبالتالي انا اعتقد ومصر ايضا هي من الدول المصنعه للاسلحه، وهي المصانع الحربيه التي تمتلكها مصر منذ بدايه القرن الماضي حتى يومنا هذا، الا يعني بتؤكد او بتتوازى مع قدره مصر قدره مصر العسكريه. اعتقد طبعا ان كثير من الناحيه الاستراتيجيه او الناحيه العسكريه تستطيع مصر وتركيا أن تقدم أو أن تستفيد كل منهما من نعم. إذن خالص الشكر للدكتور جمال سلامة عميد كلية السياسة والاقتصاد بجامعة السويس. الآن ينضم إلينا عبر الهاتف لمزيد من المتابعة السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق. سيادة السفير بعد التحية، كيف تابعت هذه الزيارة التاريخية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان وتأثيرها على مناخ العلاقات بين البلدين؟ يعني أعتقد كلمة السيد الرئيس في المؤتمر الصحفي المشترك بتمثل الرؤية المصرية للمرحلة المقبلة في مسار العلاقات المصرية التركية. طبعا زيارة الرئيس التركي لمصر بتفتح الأبواب لأفاق جديدة في العلاقات الثنائية، خصوصا حضرتك في المجالات الاستثمارات والمجال الاقتصادي والمجال التجاري والثقافي والتعليم. أما بالنسبة للتنسيق والتشاور في المجال السياسي، كما أكد السيد الرئيس في قضايا محددة هي طبعا القضية الفلسطينية وتعاون مصر وتركيا في وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة مع إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع. من ناحية أخرى الوضع في ليبيا، وأشار السيد الرئيس إلى نقطة هامة عندما ذكر سيادته انه الهدوء الحالي شرق المتوسط، ودي اشاره تلفت النظر ودعوه الى جميع الدول المشاطئه في شرق المتوسط ومنها تركيا للعمل على ترسيخ هذا الهدوء. كذلك اشار السيد الرئيس ان من ضمن الاهتمامات المشتركه على الصعيد السياسي هو محاربه الارهاب، وطبعا كل من مصر وتركيا ممكن حضرتك يكون لهم دور كبير في التعاون في مكافحة الإرهاب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. نعم. كذلك أشار السيد الرئيس، وده مجال جديد كلية أعتقد في العلاقات المصرية التركية، التعاون مع تركيا في أفريقيا، وده موضوع حضرتك يعني مثير للاهتمام وموضوع واسع جدا إذا أخذنا في الاعتبار ان تركيا خلال العشر سنوات او ال 12 سنه الماضيه عززت وجودها في افريقيا، عززت وجودها في افريقيا الوجود الدبلوماسي والاستثمارات والتعاون العسكري. فاعتقد حضرتك تقديري ان زياره الرئيس اردوغان لمصر يعني هي محل ترحيب كبير من مصر حكومه وشعبا، وان هي بتفتح فعلا مجالات خصبه لتعزيز التعاون بين البلدين
في شتى المجالات وبصفة خاصة حضرتك في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارات التركية في مصر. نعم سيد سفير، يعني ما هي الرسالة التي يمكن أن تصل من خلال هذه القمة وهذه الزيارة، الرسالة التي يمكن أن تصل إلى إسرائيل على الأقل بشكل غير مباشر لوقف العدوان على غزة؟ يعني تاريخيا إسرائيل كانت دائما حضرتك بتستغل التناقضات العربية التناقضات العربية الإقليمية من أجل حماية مصالحها واكتساب مواقع على حساب مصالح الدول العربية والقوى الإقليمية المختلفة. نعم. ودوت حضرتك ولا شك أن القطيعة التي كانت قد طرأت على العلاقات المصرية التركية منذ عام 2013 حتى عامين ماضيين أو عام مضى حتى يوليو الماضي عشان أكون أكثر تحديداً، عندما تقرر تبادل السفراء، يعني أن مصر تعيد تعيين سفيرها في أنقرة وتركيا تعيد تعيين سفير لها في القاهرة، أعتقد أنه هذا التلاقي الزيارة الحالية للرئيس التركي للقاهرة بترمز إلى تلاقي مصري تركي، وكما جاء في المؤتمر الصحفي وجاء على لسان السيد الرئيس كان أول قضية تم من القضايا والأزمات الدولية والإقليمية التي تم بحثها كانت حضرتك القضية الفلسطينية، وبالتالي التلاقي المصري التركي مما لا شك فيه يمثل ضغطا على إسرائيل، وكلما ترسخ التعاون بين الدول العربية الرئيسية والقوى الإقليمية كتركيا وكإيران للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني أعتقد ده حضرتك بيصب لصالح الشعب الفلسطيني، ولا شك أنه في حضرتك فرص للتعاون بين مصر وتركيا في مرحلة ما بعد الحرب في غزة. نعم. وده ممكن جدا يكون مجال للتعاون والتنسيق يصب في مصلحة الشعب الفلسطيني، وخصوصا أنه كما تعلم حضرتك أن يعني الآن جاري البحث عن الإدارة الفلسطينية على تشكيل إدارة فلسطينية أو كما سميت حكومة تكنوقراط من الفلسطينيين لإدارة الأمور في غزة، ودي أعتقد أن ده أحد المجالات حضرتك يعني للتعاون المصري التركي، تأييد هذه الحكومة تأييد سياسي وتأييد معنوي وتأييد مادي وتأييد حضرتك مالي. نعم. كذلك حتى التعاون إعادة إعمار غزة هذه المرة طبعا نتيجة للدمار الذي أحدثه العدوان الإسرائيلي على القطاع على مدى الخمس أشهر الماضية، أعتقد حضرتك أنه إعادة إعمار غزة كمجال آخر حضرتك للتعاون بين مصر وتركيا سواء أنه ثنائي أو أن الدولتين يعملان على يعني حجم تأييد إقليمي وتأييد دولي لسرعة إعادة إعمار قطاع غزة، وده عملية هتكون تتطلب موارد مالية كبيرة وإسهامات ومساهمات سواء مساهمات مباشرة من جانب الدول العربية والدول الإقليمية والدول الصديقة أو مساهمات غير مباشرة عن طريق شركات قطاع شركات المقاولات الكبرى في تركيا وفي مصر في الإسهام في إعادة الإعمار بأسرع وقت ممكن حضرتك إن شاء الله. نعم سيد سفير، أيضا يعني وجود الرئيس التركي اليوم في مصر شكل فرصة ذهبية للتوصل إلى تفاهمات حول عدد من القضايا العالقة الإقليمية وتقريب وجهات النظر لا سيما فيما يتعلق بالملف الليبي. الملف الليبي ملف يعني حساس جدا، وطبعا يعني كل من مصر وتركيا أعرب عن تأييدهما لإجراء الانتخابات في إطار مبادرة مبعوث سكرتير عام الأمم المتحدة السفير عبد الله بتيل، وأعتقد إنه
مصر بتدفع في هذا الاتجاه، لانه من الاهميه بالمكان انه يتم توحيد المؤسسات السياسيه والماليه وتوحيد المؤسسه العسكريه التمهيديه واجراء انتخابات تشريعيه وانتخابات رئاسيه في اسرع وقت ممكن حتى يتمكن الشعب الليبي من اختيار السلطه السياسيه والسلطه التشريعيه التي تقود عمليه التحول الديمقراطي. طبعا زياره السيد زياره الرئيس اردوغان لمصر ثم التنسيق والتعاون بين البلدين في هذا الملف هيصب في صالح الشعب الليبي دون تدخل من جانب مصر في الشأن الليبي الداخلي. احب اوضح هذه انه هذه التبادل المشاورات بين مصر حول الاوضاع في ليبيا لا يعني ان مصر تتدخل في الشأن الداخلي الليبي، بل هو اتهام لمساعده ووقوف الى جانب كافه القوى السياسيه الليبيه التي تسعى الى انجاح عمليه التحول الديمقراطي في ليبيا وفقا لمقررات مجلس الامن ومقررات قمه برلين ومقررات الاتحاد الافريقي وجماعه الدول العربيه. نعم. يعني بخلاف الحرب على غزة والملف الليبي، هل هناك من ملفات مهمة تتوقع سيادة السفير أن تكون قد طرحت على جدول أعمال هذه الزيارة؟ كما أشرت حضرتك أنه ما أثار اهتمامي هو الإشارة إلى التعاون الثنائي المصري التركي في أفريقيا. ودوت مجال جديد في إطار حديثنا عن العلاقات المصرية التركية. وممكن جدا حضرتك يعني فعلا انه تركيا ومصر يقدمان الكثير للقاره الافريقيه. طبعا في عندما نتحدث عن القاره الافريقيه يعني يجب يكون نبقى محددين هناك حضرتك طبعا ايه المجالات اللي ممكن نتعاون فيها، ايه المجالات اللي ممكن نتقاسم فيها الادوار، ايه المناطق الجغرافيه اللي هذا التعاون المستقبلي يركز عليه. على سبيل المثال الاوضاع في الصومال، محاربه الوقوف الى جانب الصومال في محاربه الارهاب، الوضع في السودان، كيف يمكن لمصر وتركيا ان هم يعني يدفعان القوى المتصارعه في السودان لتنفيذ كافه المبادرات الراميه الى انهاء الحرب بين الطرفين. كذلك موضوع اخر حضرتك يعني بما انه من القضايا التي تم التطرق اليها الارهاب، ممكن جدا حضرتك التعاون في مجال يعني مساعده دول الساحل الافريقي في مقاومه الجماعات الارهابيه وتوسعها. وحضرتك طبعا على درايه تامه ان نتيجه للانقلابات العسكريه المتعدده في هذه المنطقه في ثلاث دول مالي بوركينا فاسو النيجر وخروج القوات الفرنسيه، فهناك فراغ حضرتك. فيمكن جدا ده بناء طبعا على طلب هذه الدول يعني، لكن ده مجال كبير ان احنا نقدم كل المعونه والمسانده الى هذه الدول، وليس فقط هذه الدول الثلاثه وانما حضرتك الجماعات الارهابيه وخصوصا الجماعه المسماه داعش بتحاول تتوسع حضرتك بغرب افريقيا. فالمجال واسع، وطبعا ده يعني نرحب بالتعاون المصري التركي في افريقيا في اطار طبعا التنسيق والتعاون ومع الاتحاد الافريقي لتحديد والاتفاق على مجالات هذا التعاون الجديد على العلاقات المصريه التركيه وعلى المناطق اللي هتركز فيها هذا التعاون. نعم. سيادة السفير، هل المنطقة بحاجة إلى تحالف استراتيجي عسكري كما ذكرت يمثل مصر تركيا إيران؟ لا حضرتك يعني يمكن تحالف عسكري يعني يمكن سبق لأوان الحديث عن هذا. حضرتك احنا بنتكلم على مستوى تنسيق المواقف، تبادل وجهات النظر، عمل مع الأطراف العربية والأطراف الإقليمية من أجل استرداد الأمن والسلام، لكن بعيدا عن الأحلاف العسكرية وبعيدا عن
انشاء محاور في المنطقه. ويعني واضح يعني من كلمه السيد الرئيس انه في اطار يعني مصر مدركه جيدا الاوضاع الاقليميه ومدركه جيدا الابعاد المختلفه لتوهر العلاقات المصريه التركيه في الفتره القادمه. اذا شكرا جزيلا معالي السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجيه الاسبق. هذا وقد شهد قصر الاتحادية قمة مصرية تركية بين الرئيسين عبد الفتاح السيسي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والتي تناولت دفع الجهود المشتركة لتعزيز العلاقات الثنائية. الرئيسان السيسي وأردوغان بحثا أيضا العديد من الملفات والتحديات الإقليمية، خاصة سبل وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة قرينته بمطار القاهرة الدولي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والسيدة قرينته. حيث توجه الرئيسان إلى قصر الاتحادية وأقيمت مراسم الاستقبال الرسمي وتم عزف السلمين الوطنيين واستعرضوا حرس الشرف. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيسين عقدا جلسة مباحثات مغلقة ثلاثة أخرى موسعة بحضور وفدي البلدين، حيث رحب السيد الرئيس بالرئيس التركي في أول زيارة له إلى مصر منذ أكثر من 10 سنوات، بما يفتح صفحة جديدة في العلاقات المصرية التركية ويثري التعاون المشترك ويؤكد الاعتزاز بالإرث الحضري والثقافي العريق للشعبين الشقيقين. وينضم إلينا الآن عبر الهاتف الدكتور عمرو صالح أستاذ الاقتصاد. مرحبا دكتور عمرو. أهلا بك وسخير عليك على كل المستمعين وأهلا بك. دكتور عمرو، يعني ما يمكن أن يقال اليوم بعد هذه الزيارة التاريخية وتأثيره على الاقتصاد المتبادل والتجارة المتبادلة بين مصر وتركيا؟ طبعا احنا كلنا سمعنا عن التارجت أو ما أعلنه السيد الرئيس، وده طبعا متفق عليه لان لا يتم الاعلان عن هذا قبل الاتفاق عليه بين البلدين.
وهو تارجت زي ما حضرتك قلت ان احنا نرفع حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا ل 15 مليار دولار، وده طبعا رقم كبير جدا، لكن خليني اقول ان الرقم ده كبير لكن مش صعب ان هو يتحقق، لان اوريدي العلاقات التجاريه والتبادل التجاري بين مصر وتركيا كبير جدا. احنا الشريك الاول بالمناسبه لتركيا في افريقيا، وتركيا تعتبر احد الشركاء المهمين بالنسبه لمصر. والحاجه الجيده والحسنه اللي لازم نتحدث عنها ان رغم الفترات اللي اصابها فتور وتوتر حتى في العلاقات السياسيه بين البلدين لما كان في تباين في المواقف الدوليه والاقليميه، ان كان التبادل التجاري كان موجود ما بين مصر وتركيا، وزي ما حضرتك قلت الشعبين الشقيقين تربطهم اواصر تاريخيه وفي مصالح مشتركه، واللي بيجمعنا سواء في الماضي او حتى في المستقبل، وعلى الاذكياء ان يفهموا هذا الامر، اللي بيجمعنا واللي المفروض يجمعنا في المستقبل ما بين مصر وتركيا اكبر بكتير من اللي بيفرقنا، لان التحديات اللي موجوده سواء اللي تركيا بتواجهها او اللي بتواجهها مصر التحديات مشتركه ومعروفه سواء على المستوى الاقليمي او على المستوى الدولي. فاتحاد مصر وتركيا سياسيا واقتصاديا مهم جدا، وعلاقات مصر مع الدول العربيه تركيا محتاجاها، تركيا محتاجه علاقات مصر مع الدول الافريقيه، ومصر محتاجه زي ما حضرتك قلت سند او شريك او دوله شقيقه تكون موجوده معانا. لا سيما انا مش عايز يعني ازيد في هذا الموضوع، التحديات اللي موجوده سواء من ايران او التحديات اللي موجوده في من اسرائيل في المنطقه. نعم، يعني من الملاحظ عدم تأثر ملف الاستثمارات والعلاقات التجارية بين البلدين في العشر سنوات الماضية، ولكن اليوم الرئيس التركي أكد على أهمية تطوير هذه العلاقات والارتقاء بها إلى مستوى لائق. كيف إذن يمكن هذا أن يحدث هذا التطوير في العلاقات إلى هذا المستوى اللائق، خصوصا أنه أكد على مجالات زي الطاقة والسياحة والتعليم؟ شوف خلينا نتكلم بصراحة، الرئيس التركي شخصية براغماتية، شخصية عملية، شخصية سياسية في المقام الأول، وتركيا يمكن انتقلت في الخمسين أو الستين سنة الأخيرة أو المئة سنة الأخيرة بالتحديد من دولة سياسية إلى دولة اقتصادية. يمكن في وقت من الأوقات أيام تانسو تشيلر على سبيل المثال والحكومات التي تعاقبت عليها كانت تركيا تابع اقتصاد على مستوى العالم، وبالتالي تركيا اليوم مع رجب طيب أردوغان تعيش مرحلة البراغماتية الاقتصادية والسياسية. وعشان كده أنا قلت إن حتى لما العلاقات السياسية كانت متوترة بين مصر وتركيا كانت العلاقات الاقتصادية موجودة، كان في تبادل تجاري، وعشان كده رقم ال 15 مليار اللي السيد الرئيس اعلن عنه هو رقم لم ياتي من هباء، لان زي ما حضرتك قلت ال 15 مليار دول مفترض انهم هيتركزوا في المجالات الجديده، مجالات الطاقه الجديده والمتجدده والذكاء الاصطناعي والصناعه والتجاره اللي تركيا الحقيقه ليها باع طويل فيها او ابدعت فيها الحقيقه في الفتره الماضيه. لكن لا ننسى الطاقه البشريه الكبيره والوزن السياسي والاقتصادي اللي موجود عند مصر سواء مع الدول العربيه أو مع الدول الأفريقية، لا سيما بعد رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي وجولات مصر واهتمام مصر وسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بأفريقيا في الفترة الأخيرة. فمصر تحتاج تركيا وتركيا تحتاج مصر، وأعتقد إن العلاقة وين وين، أو يعني في مكاسب مشتركة، ولذلك البراجماتيكية السياسية والاقتصادية هتؤدي بلا شك إلى تطوير هذه العلاقات بشكل أكبر وبشكل أمتن في الفترة المقبلة. بأمل إن يكون في استثمارات مشتركة وليس فقط تبادل تجاري، هو ده الاعمق، يكون في استثمارات مشتركه تركيه في مصر او مصريه في تركيا عشان تزيد من قوه ومتانه هذه العلاقات. نعم، الرئيسان ايضا اشار في هذا المؤتمر الصحفي الى اهميه وجود مجلس التعاون الاقتصادي بين البلدين، وايضا اشار الرئيس التركي الى يعني انه يجب ان تتخذ تدابير اضافيه من اجل التعاون الاقتصادي وخاص موضوع التصنيع العسكري. طبعا دي نقطة مهمة، وزي ما أنا قلت لحضرتك المصالح، أول ما اتكلمت المصالح السياسية لتركيا والمصر أكبر بكثير من ما يمكن أن يفرقهما. مصر عندها قاعدة عسكرية كبيرة، يعني في ال 100 سنة اللي فاتت أو ال 80 سنة اللي فاتت مصر عندها قاعدة صناعية كبيرة. مصر جيشها
من اقوى الجيوش على مستوى العالم. تركيا ايضا دوله عسكريه لها باع كبير في الصناعات العسكريه، المصالح المشتركه والتحديات المشتركه كبيره. لو تكررت تجربه الهيئه العربيه للتصنيع بين مصر وبين تركيا هتكون طبعا تجربه مفيده جدا، او على الاقل يكون في منتجات مشتركه، لان النهارده السلاح اصبح احد الاوراق الضغط الكبيره والمهمه في السياسه الدوليه، وكلنا عارفين هذا الكلام. وبالتالي من يمتلك سلاحه يمتلك امنه، ونظرا للمصالح زي ما انا قلت المشتركه بين مصر وتركيا اكبر مما يمكن ان يفرقهما. فانا اعتقد التعاون العسكري المصري التركي هيكون نماذج لو تم اتخاذ نموذج زي الهيئه العربيه للتصنيع او شركات الصناعات اللي موجوده على مستوى اوروبا، الرافال على مستوى على سبيل المثال، او الصناعات الاوروبيه الدفاعيه اللي تشترك فيها عدد من الدول زي فرنسا والمانيا وايطاليا على سبيل المثال في انتاج اسلحه مشتركه. هذا النموذج قابل ان يتكرر ما بين مصر وتركيا، وسوف يكون نموذج طبعا رائع وعظيم في انتاج السلاح. نعم. دكتور عمرو، من المعروف ان مصر ترتبط بتركيا باتفاقيه تجاره حره موقعه بين البلدين منذ عام 2005 ودخلت حيز التنفيذ عام 2007. كيف يمكن ان تظهر تاثيرات هذه الاتفاقيه في المرحله القادمه، خصوصا ما يتعلق بالتبادل التجاري بالعملات المحليه؟ هذه الاتفاقيه في رايي الشخصي تحتاج الى القطاع الخاص. ولابد ان يدخل القطاع الخاص بشكل اكبر في عمليه التبادل التجاري، لان لن يكون التبادل التجاري ذو فائده بين الحكومات، او طبعا الحكومات لها ملفاتها ولها نظرتها ولها اهدافها، لكن القطاع الخاص هو الاوسع وعلينا ان ننمي. وعشان كده تم الحديث على المجلس الاقتصادي، وان يكون هناك مجلس اقتصادي وهناك لجان اقتصاديه مشتركه يدخل فيها بشكل كبير القطاع الخاص، لان هو، وانا بكرر هذا الامر وبحطه ما بين قوسين، هو صاحب المصلحه الرئيسيه والاولى في زياده التبادل التجاري. هي تركيا نقدر نستفيد منها بشكل كبير. انا طبعا يعني لست في حل ان اتحدث عن الصناعات التركيه والتجاره التركيه، لكن التجاره التركيه والصناعه التركيه تقدر تفيد مصر بشكل كبير بشرط ان يدخل القطاع الخاص، ويا ريت يدخل القطاع الخاص ويبقى في تجربه دخول القطاع الخاص في مشروعات مشتركه. هذه الاتفاقيه لن تنجح الا اذا دخل القطاع الخاص فيها بشكل اكبر مما هو عليه الان. نعم، شكرا جزيلا. اذا دكتور عمرو صالح استاذ الاقتصاد كنت معنا عبر الهاتف. إذا كنا مع حضراتكم في هذه التغطية الإخبارية لهذه الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مصر ولقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي. شكرا لكم وإلى اللقاء.